ماذا قدم كريم بنزيما مع ريال مدريد منذ عام 2009 حتى عام 2023؟ أي 14 موسم مع النادي الملكي. السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية يا جماعة الخير. مع رحيل كريم بنزيما في تاريخ 4/6/2023 عن النادي الملكي، بدنا نحكي سريعا عن أرقام وإحصائيات كريم بنزيما مع النادي الملكي في جميع البطولات وجميع المباريات التي لعبها مع النادي. في البداية كريم بنزيما لعب 647 مباراة في قميص النادي الملكي، ثاني الهدافين التاريخيين في تاريخ نادي ريال مدريد ب 353 هدف، أكثر من مرر تمريرات حاسمة بتاريخ النادي الملكي ب 165 أسيست، أكثر لاعب تتويجا بالبطولات في تاريخ النادي الملكي ب 25 لقب. وين رايحين؟ بتفكرون خلصنا؟ لا، لسه ما خلصنا، لأن أرقام بنزيما عريضة جدا تاريخيا، لأنه أيضا يذكر أنه كريم بنزيما رابع هدافين النادي الملكي عبر التاريخ في دوري الليغا ب 237 هدف. أيضا كريم بنزيما رابع هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ ب 90 هدف، وخامس لاعبي ريال مدريد عبر التاريخ بالظهور بقميص النادي الملكي ب 649 مباراة. وأخيرا كريم بنزيما قدم موسمين أسطوريين من أفضل مواسمه التاريخية في آخر موسمين لعبهم مع النادي الملكي ريال مدريد، حقق فيهم في قميص هذا النادي جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا أو أفضل لاعب في أوروبا بشكل عام في موسم 2022، وأيضا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن موسم 2022. وفي هذا اليوم رحل بنزيما في تاريخ 4/6/2023 عن هذا النادي الملكي في يوم حزين لعشاق النادي الملكي.